وللحديث عن البعد الشرعي والواجبات الدينية للحد من تفشي فيروس كورونا معنا من إسطنبول الباحث الإسلامي الدكتور أحمد سلمان. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أهلا ومرحبا دكتور. نحن أمام هذا الوباء الذي يجتاح العالم اليوم، ما موقف الإسلام تجاهه للحفاظ على النفس البشرية؟ في الحقيقة موقف الإسلام واضح تجاه هكذا نوازل تصيب البشرية، ويتمثل بعدة أمور. حيث أن قضية حفظ النفس مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية، وتدور عليه أحكام العبادات والمعاملات والجنايات والأحكام الشخصية إلى آخره. ومنها أن مصطلح الكوارنتين اللي هو الحجر الصحي قد وجه به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 عام من الزمان، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. يعني الأمر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتكر الحجر الصحي قبل أكثر من 14 قرن من الزمان. قبل أن تبتكره حقيقة النظم الصحية الحالية. الأمر الآخر هو ضرورة التكاتف حقيقة ومساعدة الآخرين ومد يد العون للمحتاج بغض النظر عن دينه ولونه أو عرقه. طيب، يعني هناك أصوات تعارض إغلاق المساجد وإيقاف صلاة الجماعة، ما الرأي الفقهي حول ذلك؟ في الحقيقة مواقف الفقهاء كانت بمستوى الحدث، حيث صدرت العديد من الفتاوى والتوجيهات التي عالجت هذا الأمر. وأرى أنه من الضروري في هذه المرحلة أن ينصب جل اهتمامنا وتركيزنا إلى حث شباب المسلمين إلى الجد والابتكار وتفعيل دور المختبرات وكلية الطب لكي نجد علاجا لمثل هكذا أمراض، وأن لا ننتظر الحلول من أحد. فالأمة لن تحقق استقلالها الحقيقي حتى تأكل مما تزرع وتلبس مما تصنع وتعالج مرضاها من مصانعها ومختبراتها. هذا أمر. الأمر الآخر وهو ضرورة بث الوعي في المجتمع، هذا أيضا قام به الفقهاء بمستوى عالي جدا. طيب، العديد من الدول دعت إلى صلوات أو إقامة صلاة لرفع الوباء، ما دور الدعاة المسلمين بمثل هذه الظروف؟ والله حقيقة أخي الكريم، في مثل هكذا نوازل ومحن وشدائد يظهر المعدن الحقيقي للأمم والشعوب عمليا، والأمر لا يقتصر على الجانب القولي فحسب. فهناك مبادرات واستجابات طيبة من بعض الأطباء، حيث بادر بعضهم بافتتاح عيادات إلكترونية مجانية لاستقبال أسئلة واستشارة المواطنين وتقديم المشورة لهم. وكذلك هناك مبادرات طيبة في بعض المدن كما سمعتها، حيث أصحاب المحلات والأسواق حافظوا على وضعها الطبيعي من حيث الأسعار وما إلى ذلك، ولم يتم استغلال الظروف الراهنة وحاجة الناس للتبضع. وكل هذه الأمور حقيقة تشير إلى أصالة هذا الشعب وأصالة أمتنا في مواجهة هذا التحدي الكبير حقيقة. طيب، ألا يثبت العلم ما جاء في السيرة النبوية وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بكيفية التعامل في مثل هذه النوازل؟ بالتأكيد، كما أسلفنا أن الأحاديث والتوجيهات النبوية الشريفة ركزت على قضايا أساسية، وهي الالتزام بالحجر الصحي كما ورد في الحديث الآن في ذكره: إذا سمعتم بالطاعون بأرض قوم فلا تخرجوا منها، وحديث لا يوردن ممرض على مصح، وما إلى ذلك من الأحاديث التي وردت في موضوع الحجر الصحي. الأمر الآخر وهو السعي إلى بث الطمأنينة في نفوس الناس، وهو أساس تقوية البواعث الإيمانية والتوقع على الله سبحانه وتعالى بعد الأخذ بالأسباب. حقيقة أن التوقع على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه سبحانه وتعالى يقوي مناعة الشخص، وبالتالي ترتفع ما يطلق عليه طبيا بالإيميون سيستم، حيث إذا الإنسان بقي يعني يبقى يبث الذعر والأخبار السلبية، هذا حقيقة يدعو للإحباط ويدعو إلى التشاؤم ويؤثر على مناعة الإنسان ويؤثر على وضعه الصحي. فالمسلم يأخذ بالأسباب ويتوكع على رب الأرباب، وهو حقيقة بالنهاية الأمر هو إلى رب العباد تبارك وتعالى بعد أخذ العبد بالأسباب. نعم، الباحث الإسلامي الدكتور أحمد سلمان، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.